بدي احكيكم شغله شغله مهمه شوي مهمه كثير. انا متاسف اني اقول لكم انه الاربعاء باربعة واحد امير حاكم دبي مكتوم بن راشد المكتوم اعطاكم عمره توفي يعني. نعم توفي. المصيبة كملت طريقة يعني ما وقفت. 12 واحد كمان ابن ملك البحرين الأمير فيصل بن حمد كمان توفي بحادث سير. مين؟ ابن ملك البحرين الأمير فيصل بن حمد كمان توفي بحادث سيارة مؤلم جدا لحدود 15 أحد يعني 15 واحد. أمير الكويت جابر الأحمد أعطاكم عمر حمل ولازم تعرفوا فيهم الله يرحمه. يمكن الرحمة أطلب للرحمة أطلب للرحمة الله يرحمه أثر في عمر شمير الكويت كله صار في جمعة واحدة.